تتحول الآن إلى فلاديفاستوك، وهذه الكلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المؤتمر الاقتصادي. أو الفضل في هذه النتائج الكبيرة يعود إلى سكان هذه المنطقة، منطقة الشرق الأقصى، وكذلك هؤلاء الذين أتوا من كافة أقاليم روسيا لهذه المنطقة، والذين يعملون بجد وجهد لتطوير الشرق الأقصى، وكذلك فإن تطويره وإمكانيات الشرق الأقصى تعطي إمكانية للمضي قدما. وبالتالي أشكر جميع من ساهم ويساهم في هذه المسألة، فإن الشرق الأقصى ودوره كدور روسيا بشكل عام سيزداد قدما. وشكرا لحسن اهتمامكم. إذن كانت هذه أو كان هذا جزء من كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفاستوك بالشرق الأقصى من روسيا. نتابع المزيد حول ما جاء في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مراسلتنا أريج محمد، تنضم إلينا الآن من مدينة فلاديفاستوك. إليك أريج. نعم داليا، طبعا استمعنا إلى هذه الكلمة التي وصفها الكرملين بأنها كلمة مهمة ستتضمن جزءا كبيرا جدا مخصصا لموضوع الشرق الأقصى الروسي منه على وجه الخصوص. وتحدث بوتين من خلال هذه الكلمة عن الأهمية التي توليها روسيا خلال السنوات العشر الأخيرة لهذه المنطقة، انطلاقا من إيمانها بأن الشرق الأقصى الروسي هو المنطقة التي تحظى بأولوية في سياسات روسيا الداخلية على امتداد القرن الواحد والعشرين، وذلك للإمكانيات والثروات التي تتمتع بها هذه المنطقة. أشار بوتين إلى أن نحو 40% من مساحة روسيا تقع في منطقة الشرق الأقصى التي يتحدث عنها، وأيضا أن 50% من ثروات روسيا سواء كانت ثروات معدنية أو كانت ذهبا أو كانت ثروة زراعية أو حيوانية أو غير ذلك كلها موجودة في هذه المنطقة. موسكو تتطلع إلى الاستثمار، إلى زيادة الاستثمار في هذه المنطقة على وقع الاضطرابات والتحديات الراهنة التي تشهدها على خلفية النزاعات، ولا سيما الحرب الدائرة في أوكرانيا، وهي تتطلع للتعاون مع شركائها المهتمين بالحفاظ على سيادتهم كما يتحدث الرئيس الروسي واستقلاليتهم عن الهيمنة الغربية، وطبعا الدفع قدما بمصالحهم الوطنية للتعاون مع روسيا، ولا سيما هنا الأنظار الروسية تتجه صوب منطقة شرق آسيا ودول آسيا التي تحاذي الحدود مع روسيا، في مقدمة ربما تكون الصين والهند التي تحضر بقوة إلى هذا المنتدى داليا. وطبعا يحضر هذه الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفاستوك نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، بالإضافة إلى نائبة رئيس لاوس، بالإضافة إلى العديد من وفود الدول الآسيوية التي تتطلع روسيا كما ذكرت إلى التعاون وزيادة التعاون معها في مجالات عدة في طليعتها التبادل التجاري والاستثمار الذي يخيم حاليا طبعا على أجندة هذا المؤتمر، وذلك من خلال ما تحدثوا عنه من مقدرات المرحلة، وأيضا من جانب آخر من خلال التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية. شكرا لك مراسلتنا ريج محمد، كانت معنا من مدينة فلاديفاستوك شرقي روسيا.